إذا كثر الخبث يعني الفتن وكبائر الذنوب وظهرت ولم تغير. وانظر كيف عبارات الحديث، الله أكبر الله أكبر سبحان الله العظيم. أول شيء ويل للعرب من شر قد اقترب. ليش العرب؟ لأنهم حملوا الدين الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بهم، فإذا هلكوا انتهى الدين. واضح؟ من شر قد اقترب يعني شؤم الفتن، نتكثر الفتن وضحيتها العرب، لأن غالبا أهل الأهواء من منسوبي الأمم السابقة، غالبا من يتعصب للأمم السابقة، للمجوس، لليهود، للنصارى، لا أهل الشرك عموما، لأنهم العرب فرضوا دينهم على الأمم، جاهدوا لله عز وجل وفتحوا القلوب والبلدان، فتح الله بهم القلوب والبلدان. فلذلك أهل الأهواء المتعصبون للشرك والضلال يتشفون من العرب ولو بعد حين، ولو بعد حين. اسمع اليوم كم يقتل من رؤوس القبائل العرب في اليمن، في العراق، في الشام، في ليبيا، في الجزائر. انظر كيف تجد القتل موجه للعرب، موجه لأهل السنة على وجه أخص، لكن يقتل العرب لأنه يعلم بأنهم هم حملة هذا الدين. ولذلك لما ذكر الفتن الكثيرة اعترضت إحدى النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، أين العرب؟ قال هم يومئذ قليل وهم بالشام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تحملوا فغيركم أولى أن لا يحمل الدين. ولأنهم لسانهم يعينهم على فهم الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي صميم، ولأسباب كثيرة، وأنه في الحجاز، ولذلك يأرز الدين ما بين المسجدين في آخر الزمن كما تأرز الحية إلى جحرها، تقلص من العالم. إيه، لكن هذا يكون بعد المسيح عليه السلام. فهذا الدين دين ما يحمله إلا العرب، لأنهم أسرع الناس إلى فهمه وتطبيقه عليهم أسهل. ولما أعطاهم الله عز وجل من الكرامة، ولهذا هم أول من أنذر به، أنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك هم العرب. ثم وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما أرسلك إلا رحمة العالمين. فهم أول من ينذر به، وهم أول من يسأل عن هذا الدين. وربك نسألنا مجمع ما كان يعمل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، فنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. كثيرا من العاجم يضلون بسبب سوء الفهم النصوص الشرع، وبسبب الموروثات التي عندهم تنسب للدين. ولهذا من جاء وتعلم الدين في بلاد العرب يكون أفهم للدين من غيره من العجم. فالذين جاءوا إلى الحرمين ونجد أفهم في العقيدة السلفية، والذين جاءوا إلى الجامعات العربية الشرعية العربية أفهم للدين من غيرهم.